حركية كبيرة للسيارات والشاحنات هنا بالطريق السيار شرق غرب في شطره الذرعان العيون الحدودية بولاية الطرف تحقق من خلال حلم العديد من ساكنة الولاية وكذا خارجها بعد إعطاء إشارة وضعه حيز الخدمة. علينا سيركيلاسيون نقصت علينا الدودان ربحنا الوقت الحمد لله راهي آمنة على كيف لوطوروت راهي آمنة 100% الحمد لله رب العالمين. أنا راي جاي من العاصمة ورايح لتونس وجاي من جست على الدرعان هذه في لوطوروت، لوطوروت الله يبارك ما شاء الله كاع. بدا فتح الشطر الأخير من الطريق السيار شرق عرب على مسافة 84 كيلومتر، سخرت المجموعة الإقليمية كامل الإمكانيات المادية والبشرية لتأمين الطريق مع تجنيد سرية أمن الطرقات من خلال وضع نقاط مراقبة على طول الطريق. التقينا بالعديد من سائقي سيارات من الجزائريين وحتى الأجانب الذين أعربوا عن ارتياحهم الكبير تجاه هذا الطريق الذي يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد. فضل رب العالمين نحمد ربي نشكره اللهم لك الحمد ربي دوامها نعمة ويحفظها إن شاء الله من الزوال إن شاء الله. وطن كما هذا يعني نعمة النعيم. مرة نجي الجزائر وكياس بارك الله واضح ومريقل وفما برشا بلايك معناها حتى جي بي اس نجم تستعملو جملة واحدة. فما السيكوريتي الامن موجود ديما يوقفونا يثبت مرتاحين خلاص ما فما حتى مشكله ما كاينش حتى مشكله يعني. حاليا هو حيز الخدمه والحمد لله كل مستعملي الطريق يستعملونه حاليا وحسب ما اتابع اعتقد انه كل من سلك هذا المسار هو جد راضي على الوقت على الاريحيه. الطريق السيار شرق غرب في شطره الاخير الذرعان العيون مفخره السلطات التي تعمل على تجسيد مشاريع كبرى تدفع بالحركية الاقتصادية للمنطقة.